ليها يعني. استاذ سمير اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل، وحشت جدا الحلقات اللي سبايسي الجميله دي. بنخفف شويه بقى مو سياسه فبنبعد شويه، ومع ذلك هتلاقي سهام الانتقادات ستوجه، لكن انا مؤمن دائما بما اقدمه وعارف انه في هدف مقدمه. انجح منبر اعلامي انت. الله يخليك يا استاذ سمير، اتفضل. طبعا انا بحييك وبحيي ضيوفك، ولكني انا عاتب على الاستاذ الكبير الاستاذ سمير. ليه؟ لان الاستاذ سمير النهارده حضرتك مستضيفه مع اكبر فنانة بورنو ظهرت في مصر. لا يعني مش هقدر اسمع الكلام ده طبعا. طيب خليني احفظ. لا يعني هنا هي انا بوصف نوع من الفن، مش هقدر عشان ما اقومش واسيب بقيه الموضوع. اسالني بس حديث، انت لازم تتقبلي اللي هيشوف ان الكليب ده. انا الاستاذه الصحفيه حنان اتكلمت انتقدت بس بطريقه كويسه. انت برضو من حقك تنتقد بس بالطريقه الكويسه اللي انا اقدر استوعبها. لا معلش مش هتعلمني مين برضو، دي وجهه نظر يا مهندس. انا مش شايف يعني انا مش شايف شتيمه في ده، هي وجهه نظر. في ناس ممكن تقول ده بورنو مش فن، ما وجهه نظر. طب حضرتك انا مش يعني قولي له لا ده فن مش بور. بس انا يا استاذ وائل اتفضل يا استاذ سمير. انا اقول لحضرتك طبعا انا قريت اللي قالته على بتاع سيب ايدي دي، ولقيتها عماله تقول لك دي تصوير كان في شقه في سهره حمراء، وان البنت دي مش فنانه ولا نقابيه، وظهرت تروج للدعاره. لا انا ما قلتش كده، قلت الموضوع ان انا ما ينفعش اقارن بحد، ما هو كل واحد ليه دماغه. انا بس قلت تعبير سهره حمراء ده، قلت ايوه ما ده ما انت حضرتك هي ما لهاش علاقه بالفن خالص. ده اللي بلغ بيه محاميها ضدك النهارده. اسمعيني استاذ سمير لو سمحت، مش هقبل الكلام دوت اسمعه. يا عشان انا هو كل ما حد يتكلم تقولي مش هقبل. ايوه لو في شتايم، لو في شتايم انا امنع الشتايم. لا ما هي كده دي شتايم. لا دي وجهه نظر استاذ سمير، انا هقبل اسمع حضرتك بس تكون بطريقه كويسه. ده وجهه نظر، خلينا نكمل. خليه يكمل. حاضر. فهي زعلانه من الاخت دي اللي يعني فيديو كليب يتيم اتقال عليها كل الكلام ده. امال انت اللي عامله اكتر من 20 فيديو كليب وارضعهم اللي انت عاملاه، وانا اتمنى الاستاذ وائل يطلعه. لا ما انت بترقص انت ومامتك بقميص النوم برضه حاجه دي تعنيني انا، مش هقبل اسمع الكلام ده حضرتك. هو انت كل ما في حد يقول لك حاجه. لا مش هينفع، انا قلت لحضرتك مش هينفع. يعني انت ادينا كتالوج الحوار مثلا يا برديس، ادينا الكتالوج. حضرتك حاجه يا استاذ سمير، حضرتك ما تتعداش على حقوقي الشخصيه. لا هي مش شخصيه، ما علشان انا برضو زي ما حضرتك بترفع دعاوي على كمان اعرف اجيب حقي. ما هي لم تعد شخصيه يا برديس، مش طلعت للناس. مش هينفع هقوم، مش طلعت للناس. ميرسي. لا لا استاذ سمير، خليني في سؤالي يا استاذ سمير. هل الحل خليني السؤال اللي طرح استاذه حنان شومان مثلا لو سمحت. صديقتي مش هي واللي هو بيقول عليها، كنت انا صديقتي وده كان دي حفله عادي، ما تقدرش تتعدى على حقوقي في قلب بيتي. لا كنها طلعت للناس، ما بقتش حريه شخصيه يعني. انا المايك استاذ سمير، خليني تعالوا يا جماعه ركبوا المايك. استاذ سمير خليني في السؤال، هل الحل ان انا اروح للمحاكم والنيابات، ولا الحل ان انا اما اتجاهل ده او اسيب ده للمجتمع هو هيميز بين الغث والسمين، بين الجيد والرديء؟ ليه المحاكم والنيابات؟ انا بوجه اللوم لمباحث الاداب، مباحث المصنفات الفنيه اللي بيطلع ده ايحاءات حركات جنسيه في غايه البذاءه بتتعرض على الناس. لحم بيتفننوا يعرضوه ازاي؟ كلها عرى فعرى، فعملية لابد ان يتم ملاحقتها لان ده مجرم خصوص عليه احكام. طب ما انت لو قصت ده على الجميع بقى يا استاذ سمير، ما البعض هيقول لك لماذا لا تبدا بالكبار؟ تقدر تعمل ده مع صناع مسلسلات وافلام؟ والله انا عملته. ما حضرتك ما شفتش السيزون اللي فات في رمضان؟ ما كان كله بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه، البورن والاباحيات والكلام اللي، ولا ايه؟ هي ناس وناس. اتفضل يا استاذ وائل. انا عملت كل الكلام ده وخدت اجراءات ضد العرى كله، واخرها الاجراء اللي انا خدته ضد رجاتا وما زال معروض على النيابه. على اساس ان ابطال فيلم رجاتا يعني لما حضرتك انتقدتهم هيبطلوا يعني يشتغلوا؟
ما تستني، طب تسمعيني. فلي موقف عن نفسي، انا مش عايزه اكمل. وعشان موقفي يكمل انا هطلع الكليبات بتاعت بيقول لك فنانه استعراضيه، هطلعها لان انا محامي، استاذ محامي اجتهاد، فانا فاهم ايه الفن الاستعراضي، فده ابعد ما يكون طيب. عن فن استعراضي. برضه سؤالي، المحاكم والنيابات جابت نتيجه؟ ما انا عايز افهم منك يا استاذ سمير، المحاكم والنيابات جابت نتيجة؟ هل قضت على الفن القبيح على الابتذال، ولا ربما أكسبته شهرة أكبر؟ لا يا فندم، ابتدت تقضي عليه وبدأت تطبق أحكام قانون، وابتدت لهم جلسات على الفعل العلني الفاضح والدعوة للفجور ومخالفة الآداب العامة، زي ما حصل في فيلم حلاوة روح. يعني عايز تقوله زي حلاوة روح سيادتك، ورجالة لحد دلوقتي بيتحقق فيه وفي البرومو بتاعه، وما زالت التحقيقات وكله هيتحط، لان احنا خلاص رخصنا قدام العالم كله باللي بيتعرض ده. وبعدين بنرجع نقول اين حقوق المرأة؟ الناس دي رخصتنا قدام العالم كله، العالم كله بقى بيوصلنا ان احنا رقصات وعاهرات من كتر اللي بيظهر على الكليبات والرقصات اللي بتتعمل دي، والاغراءات والشفايف وقفل البق وتطليع اللسان. عم ده غلب والمصحف الشريف. انا بقول لك اللي بيعملوا كلهم دول ستات ما لهمش رجاله تلمهم. يا استاذ سمير، استاذ سمير، عشان كده جابوا لك صنف مستورد عشان يعملوا توازن، حته لبناني على حته تركي على حته هندي على حته ما اعرفش من استاذ سمير حافظهم يعني بسم الله ما شاء الله. كوكتيل لازم اعرف، حضرتك متابع؟ لازم لازم اتابع. اه طبعا سمير صبري متابع. ده يبقى هنقطع الناس دي ازاي يعني، ونقف الناس دي عند حدها ازاي يعني؟ انا مش جايه اكره الناس فيا، استاذ سمير صبري بس في حاجه. شكرا يا استاذ وائل. استاذ وائل، استاذ انت بتشكره الاول؟ استاذ سمير صبري الف شكر. استاذه حنان شومان ألف شكر. أستاذة حنان انتقدتني بس أنا محترمة رأيها. دقيقة واحدة، كان بيوجه لي كلمة. وأستاذة جنجاع بن منعم ألف شكر. دقيقة واحدة عشان أنا عايزة أكمل.